تحية لكم مشاهدين الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية نخصصها للحديث حول عودة مصر إلى مقعدها التاريخي في البرلمان الدولي، حيث ربما لا يعلم الكثيرون أن مصر عضوا في هذا الاتحاد، اتحاد البرلمان الدولي، منذ عام 1924، وكانت قد جمدت عضويتها في البرلمان الدولي بعد ثورة يناير والظروف المضطربة التي مرت بها البلاد في هذه الآونة. وبالتالي أصبحت هناك بعد ثورة 30 من يونيو ثقة كبيرة من المجتمع الدولي في مصر، ومن ثم عادت مصر إلى هذا المقعد التاريخي. هذه العودة تفتح المجال لتساؤلات عديدة: أهمية البرلمان الدولي، ما معنى عودة مصر إلى هذا البرلمان الدولي، كيف يمكن أن تساعد هذه العودة في البيئة التشريعية المطلوبة ليس في مصر وحدها بل وفي دول المنطقة لمواجهة تحديات إعادة البناء والإعمار في هذه المنطقة المضطربة والهامة من العالم. أيضا أسئلة عديدة نحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشريعية من خلال ضيفين كريمين بارزين. يشرفنا سيادة النائب المهندس الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو البرلمان. برحب بيك دكتور. أهلا بيك. شرفتنا. كما شرفنا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد البطريق، المتخصص في الشؤون البرلمانية. مرحب بك أستاذ أحمد. أهلا بيك. شرفتنا. اسمحوا لنا نشوف تقرير مبدئي حول موضوع الحلقة ثم نبدأ النقاش على الفور. عاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى القاهرة الثلاثاء قادما من العاصمة الزامبية لوساكا بعد زيارة استغرقت عدة أيام شارك خلالها في الجلسات الرئيسية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. جاءت الزيارة في خطوة غير مسبوقة لعودة مصر إلى دورها الريادي في المنطقة العربية والإفريقية، بعد أن شارك رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في العاصمة الزامبية لوساكا، حيث شارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية. الاتحاد البرلماني الدولي أعلن عودة مصر رسميا إلى عضوية الاتحاد خلال الجلسة الرئيسية للجمعية العامة للاتحاد والتي عقدت في زامبيا، وشهدت رفع العلم المصري في موقعه المعروف بعد تجميد عضويتها بعد ثورة 25 من يناير. وألقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال كلمة عقب القرار، قال خلالها إن مصر تعتز بعضوية الاتحاد، مؤكدا أن مجلس النواب شاب لأنه يضم نحو 26% من الشباب ويمثل كافة أطياف المجتمع ومكوناته. كما شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي افتتحه الرئيس الزامبي إدغار لونغو رئيس الجمهورية الزامبية على شرف رؤساء وأعضاء البرلمانات المشاركة. من ناحية أخرى، هنأ أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة استئناف البرلمان المصري لعضويته الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجلسة الرئيسية للجمعية العامة للاتحاد والتي عقدت في زامبيا. برلمانيون أكدوا أن تلك الخطوة المهمة ستؤدي إلى إثراء الحياة البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يساهم في التغلب على التحديات الراهنة التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك، خاصة تلك التي تهدد الأمن والسلم العربي وتنامي ظاهرة الإرهاب المقيت، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة تلك القضايا الشائكة. مرحبا بحضراتكم من جديد. دكتور إسماعيل نصر الدين، ايه من وجهة نظرك أهمية عودة مصر إلى مقعدها التاريخي في البرلمان الدولي؟ بلا شك مصر بعد أن يعني حققت الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بالحمد لله اكتمال مجلس النواب المصري، كان لابد بعد الجهد السياسي الكبير اللي بذل في الفترة اللي فاتت، وشفنا الرحلات الكثيرة اللي قام بها سواء السيد الرئيس السيسي أو حتى وزير الخارجية
لدول العالم سواء في شرقه أو غربه، في أفريقيا، في آسيا، كل ده كانت بدايات ومؤشرات وفتح لطريق طبيعي. مصر لها دورها على مستواها العالم العربي أو الإقليمي أو الدولي، وزي ما سعادتك ذكرت في بداية البرنامج، مصر عضو في هذا البرلمان من 1924، يعني في بعض الدول ما كانتش لسه عرفت يعني ايه ديمقراطية او برلمانات، ما كانتش في دول من الموجودة على الخريطة موجودة اصلا. ده شيء مهم جدا لمصر على الصعيد الدولي لاسباب كثيرة. الظروف المحيطة دلوقتي بمصر والمحيطة بالاقليم والمحيطة بالعالم اجمع، يعني لابد من ان كان مصر وهي رائدة وهي اول من وليست الوحيدة، يعني اللي اكتوت بنار الإرهاب اللي أوروبا دلوقتي شايفاه شكله إيه وابتدت تحس بيه. دايما البرلمانات أو البرلمان هو الناطق الرسمي بلسان الشعوب، فعودة مصر لهذا المكان الطبيعي واللي هو مستحق ليها بلا شك هيجعل من هدف مصر واللي المفروض دول العالم كلها تقف جنب مصر في دعوتها ان تتكاتف في الدول كلها عشان نضع حد لهذه الظاهرة التي لم يراها العالم من قبل بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. إذن بلا شك عودة مصر الى البرلمان الدولي شيء ايجابي، شيء سيساعد في كثير في حل كثير من المشاكل اللي بتحتاج الدعم الدولي، والدعم الدولي هو الدعم الشعبي للدول، والبرلمانات هي اللي بتمثل الشعوب، واحنا عارفين سواء على مستوى اوروبا او اسيا او افريقيا او اي مكان دائما البرلمانات بتشكل الرأي العام الحقيقي المعبر عن الشعوب. فيبقى وجود مصر في وسط هذا الزخم من التواجد على المستوى الدولي بلا شك له نتائجه الإيجابية، وسيساعد مصر في أن هي يعني تصل أو توصل حقيقة أن تكاتف الأمم أو الدول العالم كله من أجل محاربة الإرهاب ده أصبحت قضية مجتمع دولي. نعم. وقضية مجتمع إقليمي وعلى مستوى البلد بلا شك، لما أخذ دعم من هذه الدول بلا شك بيديني قوة في حركتي عشان إن شاء الله نستطيع أن نقضي على هذا الإرهاب الجسيم. طيب أستاذ أحمد البطريق، إيه أهمية الاتحاد البرلماني الدولي وأهمية عضوية الدول فيه؟ ومصر كانت من الدول التاريخية اللي موجودة في هذا الاتحاد. يعني بداية مصر هي أحد الدول المؤسسة. مؤسسة؟ آه طبعا. مصر أحد الدول المؤسسة للبرلمان من 92 سنة. البرلمان الدولي زي ما الدكتور تفضل وقال هو بوتقة لوجهات نظر شعوب العالم تجاه مختلف القضايا المطروحة. أعتقد أن وجود مصر في أو استعادتها لمكانتها المجمدة في خلال الفترة الحالية بيؤكد على نجاح الدبلوماسية المصرية. بصراحة يعني الدبلوماسية المصرية نجحت في خلال فترة وجيزة جدا اللي هي عمر البرلمان الحالي في أنها تضغط على العديد من القوى الإقليمية في العالم أجمع من أجل أن تستعيد مصر مكانتها ودورها في البرلمان الدولي. هذا لا يمنع أيضا من أن هناك العديد من اللقاءات اللي تمت ما بين رؤساء برلمانات ورئيس البرلمان المصري، أيضا مشاركة مصر في البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي، وتبني البرلمان الأفريقي للدعوة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لعودة مصر. كل هذه المسائل بتؤكد أن الدبلوماسية المصرية قد رسمت خطا واضحا وصريحا وقويا في خلال الفترة الأخيرة من أجل استعادة مصر لدورها.
يعني متغير الدافع في هذا هي العودة كان للاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي كان مساند. والعربي. نعم. واخد بال حضرتك كانت في برلمانات على المستوى الدولي ساهمت في هذا الأمر ولا يعني ما نقدرش ننكر دور البرلمان الياباني وكان له دور مؤثر في منطقة شرق آسيا لأن هم ليهم تجمع هناك. هذا التجمع كان من ضمن الناس اللي دعمت الموقف المصري بشكل أو بآخر. وإحنا طبعا ما نقدرش ننكر أن الدعوة لعودة مصر من عضويتها المجمدة إلى العضوية العادية لم يصادف أي اعتراض داخل الجمعية العامة للبرلمان الدولي. ده دليل على أن هناك قناعة بأن القائمين على الدبلوماسية المصرية قد نجحهم في إيصال رسالة واضحة المعالم لكل دول العالم أن هذا البرلمان برلمان حقيقي وأنه قادر على أن يمثل شعبه وأنه قادر على أن ينقل وجهة النظر المصرية تجاه مختلف القضايا المطروحة على المستوى الدولي. واخد بال حضرتك؟ طيب أهمية الدور إيه بقى دلوقتي؟ أي. هذا الدور في منتهى الخطورة. هناك برلمانات ما زالت حتى هذه اللحظة بتتبنى أفكارا مغلوطة عن مصر مع موافقتهم على عودة البرلمان المصري لعضويته، ولكن هذه البرلمانات ويأتي على رأسها البرلمان الألماني مثلا على سبيل المثال، البرلمان الألماني في لقاء مع قيادات الوفد المصري في لوساكا لم يكن مهادنا ولم يكن مجاملا ولكنه كان حدا، تكلم عن قضيتين، قضية حقوق الإنسان وأن حقوق الإنسان مهدرة في مصر بشكل كامل. طب أنت جاي بتبارك لي على عضويتي في البرلمان مش جاي تشوهني يعني. وبعدين اتكلم عن قضية تانية على ضرورة مصالحة النظام أو الدولة أو الشعب مع جماعة الإخوان المسلمين ويجب أن ينخرطوا في الحياة السياسية مرة أخرى. يبقى لازم نبص بقى للخريطة. هو رحب بيا ودعمني في العودة والكلام ده كله، ولكن أفكارهم إيه؟ أنا بقى عاوز أنقل الفكر بتاعي عن أوضاع حقوق الإنسان اللي للأسف الشديد أن القائمين على مثل هذا الأمر في الحكومة فشلوا فشلا ذريعا في توضيح حقيقة مسمى حقوق الإنسان على المستوى الدولي بالنسبة لمصر. وبالتالي كانت بتصدر من حين لآخر تقارير من مختلف المؤسسات بتدين مصر. يبقى ده فشل. طيب البرلمان، أيوة البرلمان ممكن أن يصحح الصورة. نعم. يصحح الصورة وبشكل غير طبيعي. هذا البرلمان لديه من الكوادر والكفاءات التي تتمكن من التواصل مع كافة برلمانات العالم وبشكل إيجابي. إحنا لدينا دبلوماسيين ولدينا خبراء في السياسة ولدينا خبراء في القانون. أرجو من قيادات المجلس أن تنتقي ليس بالدور. طيب دي نقطة خطيرة جدا يا دكتور. هو ربما بس عشان نرد غائبة الغائب أنه ليس فشل لهؤلاء المسؤولين عن في الدولة إذا كانوا حتى في الحكومة أو المجالس الخاصة بذلك عن حقوق الإنسان، وإنما بقدر ما هو مؤامرات الخارجي الدول الخارجية ورغبتها في تشويه المصريين وتشويه الدولة المصرية. مش ده صحيح ولا إيه تعليقك يا دكتور؟ لا سمعي. شوف أنا عايز أقول حاجة، لو بصينا لما يحدث نجد أن هناك ازدواجية غريبة في المعايير في الأحكام في الأمور اللي المفروض لو إحنا بنتكلم بالمنطق والعقل لما أجي أعمل قياس لازم أكون قياسي قياس منطقي. يعني لو شفنا حدث من الأحداث حدث داخل مصر مثلا وفي المقابل هذا الحدث تقريبا يكاد يكون حدث في أي دولة من الدول الأوروبية أو في أمريكا نفسها زي حادث الإرهاب اللي حصلت في بروكس اليوم بالضبط. يعني شوف يعني القياس تجده غريب جدا هنا يحملون